فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن عذر السفر لا يقطع التتابع في الصيام إذا أفطر. نعم إذا أفطر. يقول: إذا كان قصده بسفره أن يفطر ويخفف على نفسه ثم يتابع بعد ذلك، فهل له هذا؟ الله حسيبه، إنما لنا الظاهر، الله حسيبه على نيته وقصده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.